جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المرأة تخرج بخدمة أبيها وأمها، وتخرج أيضا لتحتضب، وتخرج أيضا لخدمة أخيها الأرمل الذي توفيت زوجته وليس له إلا أطفال صغار، وتسأل هل عدتها صحيحة أم يلزمها أن تعيدها وعمرها الآن 80 عاما؟ العادة لا يلزمها إعادتها، لأن العدة تنتهي بمضي مدتها. الله المستعان. ولكن الإحداد تركته لعذر، إذا كانت تركته لعذر وهو الخروج، يعني تركت نوعا من الإحداد وهو البقاء في البيت، إذا كان خروجها لأجل حاجة ملحة وهؤلاء محتاجون مضطرون لخدمتها لهم، هذا شيء معذورة فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.